السلام عليكم استاذ مصطفى، هذول القنوات الجديدة. هذا زوج التراكيب، تراكيب لاحم. شوف البيضة ايش كبرة ما شاء الله. راح اوريك الفرق بين البيض اللاحم الاصلي واللاحم التراكيب. هذا اللاحم الاصلي. هذه بيضة مالت اللاحم الأصلي، أوريك الفرق بين البيض التراكيب شوف الفرق. هذه أصغر شوي. في فرق ها؟ هذا بيض دجاجة. كمل هذا بعد هم تراكيب لاحم. بيض اشكر مني راح اوريك الفرق. هذا الذكر. هذا اللحم فرنسي اصلي. راح اوريك الفرق بين الفرخ الزغلول نفس العمر. هذا التراكيب شوف ايش كبره. هذا كبر 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 الشيء محمد، كبر الشيء هذول ولا في اختلاف؟ فرق يوم. فرق يوم. هذا اكبر من هذا بيوم صح؟ شوف الفرق. شوف هذا عمره اسبوعين. هذا فرخ لاحم اصلي مو تراكيب. شوف الفرق بين هذا وهذا. هذا التراكيب، تراكيب اللاحم احنا مركبينهم بالكويت. وهذا اللاحم الاصلي. شوف اللحم. يعني حتى العظم على الصدر مختفي. شوفوا اسبوعين عمره يمكن. هذا الزغلول مال التراكيب. هذا الوزان. شو اكبر من هذا. نشوف لحم. عن هذول الاهل. هذا علف بلجيكي. بلجيكي. هذا وزن الفرخ استاذ مصطفى. خلينا نشوفه كم يوصل. ما اكل واجد. هذا الميزان. طبعا الاحمر هو المضبوط.
هذا بعض المرات انا تسليه بس ما قلت لك اعطيهم هذا يعني تسلى بس هم غذائهم زين من الام والابو زين ما في مشكله طبعا حتى عندنا هذا بلجيكي هذا بروتين هذا صورتك يا ابن هذا خميرة هذا الكنكر هذا السلمونيلا هذا 12 يوم يمكن محمد 12 يوم وهذا ممكن اسبوع 8 ايام شوف شكبره وهذا اقل منهم بيوم بالنسبه للزغلول شوف شكبره كل يوم يكبر يعني انا ودي اصوره لك كل يوم بعد يوم هذا مال التركيب الفرنسي حجمه صراحة طبعا انت ما راح تشوفه بالتصوير بس شوف حجمه لما امسكه يعني ما شاء الله عليه يعني